توسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى، بدعاء الله عز وجل، هذا من التوسل المشروع، التوسل المشروع، ولذلك القرآن مليء بهذا، فالأنبياء يتوسلون إلى الله تعالى بالدعاء بأسمائه سبحانه وتعالى، ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك يدعو الله جل وعلا كثيرا بأسمائه الحسنى. والنوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بالعمل الصالح، والدليل على ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا في سفر وألجأهم المطر إلى غار، فنزلت صخرة فسدت فوهة الغار ولم يستطيعوا الخروج، فقالوا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. والحديث طبعا في الصحيح، القصة مشهورة، فدعا كل واحد منهم بصالح عمله ففرج الله تعالى عنه، ففرج الله تعالى عنه. والنوع الثالث ما هو؟ التوسل إلى الله تعالى بدعاء العبد الصالح الحي القادر الموجود، الحي القادر الموجود. ومن ذلك توسل الصحابة، توسل عمر بن الخطاب أو الصحابة بدعاء العباس حينما قام يستسقي، لأن العباس كان مجاب الدعوة، ذكروا بأن العباس رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، فقام العباس يستسقي يصلي ويدعو فسقاهم الله عز وجل، سقاهم الله عز وجل. النوع الرابع التوسل إلى الله تعالى بحكاية الحال، مثل قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فشكى يعني حاله ووضعه، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه أحكام التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأموات مثلا، وهذا من أقبح التوسل، أن يدعو الحي ميتا أو أن يجعله واسطة بينه وبين الله. ولذلك الصحابة رغم هذه الشدة والبؤس والحال الذي حصل، ما ذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في بيت عائشة رضي الله عنها، قريبا منهم، قريب منهم يعني ملاصق لجدار المسجد، فما استغاثوا بالنبي ولا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فقههم وعلمهم بأن التوسل لا يكون بالأموات، وإنما يتوسل الإنسان بدعاء الحي، كأن تطلب الدعاء من شخص تقول ادعو الله لي، هذا توسل مشروع، توسل مشروع. أو كما فعل عمر لما قال العباس قم فاستسقي لمجموع الأمة، لمجموع الأمة.